العميد الله يمسيك بالخير. سنور. يعني مش عارفين منين نبدا ومنين نبدا، متى نبدا من الاول بدأ. وين بدي؟ من المي. نعم. يعني اعلنا من خلال مكبرات صوت انه الرجاء تسديد رسوم الديون المستحقه باسرع وقت ممكن. نعم. يعني قلنا ما هي نسبه الناس اللي مش عم تدفع على المي؟ بيدفعوا مي 40%، 30% بياخذوا مي، و 30% او 35% تقريبا اقل شوي سامع، يعني بين 35 ل 40% بيدفعوا، بين 35 ل 40 بيدفعوش، و 30% بياخذوا مي. طب وهل انتم بتستعملوا القانون مع هاي الناس ولا؟ يعني شو بدك، انا نحبس 1000 واحد؟ 30% 1000، يعني بمعنى اخر زي ما انت بتسمع، يعني لما واحد في عنده محل سيارات سامع، او واحد بيجي بنظف سجاد في عسيفيا ومحل سيارات، فهم بقول لك اعمل اللي بدك اياه، انا بدي اخذ مي واللي بدك اياه يعمله. يعني صار في شغله معبطه في عسيفيا، يعني احنا اخونا هذا الموجود اهلا وسهلا، بدك بلاش، في عندك الشرطه تفضل. هي ثاني شيء طلب منك، يعني اسمح لي. ثاني شيء احنا طلبنا انه يفوت تأجيد المي على اساس اللي عنده مي، اللي مش ما فيش عنده ساعة يقطعوا له المي. ضبينا 500 ساعة، قديش اجوا اخذوا ساعات، قديش رجعوا؟ 62. الباقي حطوا نيبل، يعني علمنا الناس تسرق مي لما بتاخذ الساعة. انا اعطوني نصيحة. ثالث اشي اليوم اجينا، شو بتقول لي شو عملتوا 5 سنين لورا؟ انا بقول لك 5 سنين لورا ليش ما انقطعتش؟ سؤال حلو سامع. انا بقول لك مش الناس كانت تدفع تخريط الأفراء اللي الاعضاء سامع ما صوتوا عليها، فيها 35 مليون شكل هبه، كنا ناخذ من مصاري الهبه وندفع عن المي، فإسا بطل عندنا مصاري هبه، شايف؟ لانه التخريط هفراء لو أشرى في المجلس المحلي، فإحنا فيش عنا مصاري هبة، فإحنا بنرجع للمواطن بنقول له يا عم سدد، شايف؟ وأنا بقدر أقول لك بطريقة أو بأخرى تتهم الأعضاء اللي عارضوا على الميزانية. طبعا أنا لما ما فيش عندي اليوم أنا مصاري للهبة، هبة عندي أنا تقريبا 25 مليون و10 ملايين، 10 ملايين في الطريق. لما أنا باجي ما فيش بقدرش أخذ هنا دول، أنا بدي أصابع على أساس أخذ المصاري هاي. لما الأعضاء المجلس المحلي بيقولوا لا بدناش المصاري، هبة هبة، بتعرف شو هبة؟ هبة، بدناش الهبة يا أخي، بدناش الهبات. شو بدك يعمل رئيس المجلس المحلي؟ قل لي شو بدك يعمل. لا بدك أنت، لا بدك مجمع مياه على أساس يقطع بس للي بدفعش، ولا بدك تعطي مصاري هبة، وفي الآخر نتحدث في اسم المصلحة العامة، نتغنى في اسم المصلحة العامة. هذا وضع المي في عسيفيا، سيستمر هذا الوضع. أنا بقول لك إذا الناس بتدفعش، أنا عم بقول لك تقريبا 40% أقل شوي. ليش حضرتك تقنعش الأعضاء يصوتون على أساس نسدد كمان؟ وكعمي شو أنا بدي أقنع الأعضاء المجلس المحلي إنه الناس تشرب؟ يا جماعة الخير لأي وضع وصلنا إحنا؟ أنا بدي أقنع عضو مجلس محلي فيه هبة 25 مليون وعشرة سامع، تعال ارفع أصبعك. لوين وصلنا؟ قضية مش قضية مي ولا قضية مصلحة عامة ولا قضية هيك، قضية إنه بدهنش وجيه كيوف. وجيه كيوف قبل سنة ونص كانوا بيقدروا يقرروا في الصندوق إنه بدناش وجيه كيوف. القضية شارع، والقضية قضية شتحة سيبوري، قضية تخطيط، كل واحد بده في التخطيط إشي لإله أو لقرابته طبعا ولقرابته. فمن شان هيك من هون أنا بقول إنه خلاص كفى المولى. يعني السؤال الثاني، بصدد اجتماعكم امبارح مع الرئيس الدولي كمنتدى رؤساء السلطات المحلية، حكينا مع أبو يوسف ونورنا بقليل من القليل، يعني توضح لنا المواطن رقم واحد شو قلكم؟ أنا قلت للرئيس الدولي أنه أنا أخجل أنه جاي من بعد 67 سنة أقول لك أنه بكرة المي عندي مقطوعة. أنا خجلان أنه أقول لك فيش عندي بيوف بعد في عسيفيا. أنا خجلان أنه أقول لك أنه الشوارع في عسفيا تترقع بس. أنا خجلان. قضية مش قضية المرة هي تعرفوت نسيها مدينة، قضية تهليخ. هل أنا مواطن أو أنا نص مواطن؟ هذا السؤال لازم يسأل اليوم،
وهذا اللي سألته أنا لرئيس الدولة، أنا مواطن ولا مش مواطن في هذه الدولة؟ مشان هيك أنا حسب رأيي إذا المرة يتعرف رئيس الدولة يمكن بعد سنتين ثلاثة أربعة كمان نفس المشكلة. قضية يجب أن يبنى تخطيط لقضية المساواة للدروز في إسرائيل. يعني هذا احنا مش مساويين لحد. لا أبدا، لأنه أنت مش في يعني هي عنصرية يعني رأيك؟ أنا حسب رأيي أنه إحنا بدك تسميها شو بدك تسميها، عنصرية بدك تسميها، عدم إعطاء حقوق، إحنا فيش مساواة. يعني أنا مش زي ابن يقنعم، ابن يقنعم موجود في الميزانية، في قلب الميزانية. أنا بيعملوا لي تخنيط عند روش هميمشلا، هذا اللي بيعملوا، وهذا أنا حسب رأيي الفرق ما بيني وبين سائر المواطنين في دولة إسرائيل. بعض رؤساء السلطات المحلية قاموا بتسكير الشوارع بمفارق طرق، بالتالي كانوا في يقنعم وفي يركا، كانوا في مفرق عدة مفارق، كان عدة في يقنعم. احنا كنا من الصبحيات في يقنعم لما انا كان عندي هو اللي بدنا نوصل للجلسة اللي كنت فيها اليوم. مين فيك يا فرا مسكر باب الكبوياش؟ نعم، جلسة للاعتراضات لقضية الزيتون. عن ماذا تمخضت هذه الجلسة؟ أنا موافق على القسم الأكبر من الاعتراضات اللي كانت، ولكن اللي بيعرفوش إنه يعني كل الزيتون صار زيتون للعمار، سامع؟ وقسم بعده مفكر إنه وكأنه لا مش مزبوط هذا الكلام، فعرضت الخرطة اللي هناك إنه كل الزيتون تحول زيتون للعمار، فش هناك لا أرض زراعية ولا غيرها. النقاش نقاش حول شوارع، أنا وين منين بدك أجيب شوارع؟ كل الزيتون فيه خمس دلومي من هال، طب منين بدك تجيب شوارع؟ ما يكونش في حكر الناس، صعب صدر. أوكي يعني بتقدر تعمل شوارع ما يكونش على الأرض يا عمي. لوين وصلتوا حضرتكم بعد الاجتماع؟ أنا في لجنة بتقرر، لجنة اللي من وزارة القضاء، وزارة المشبتين، ومن التخنون من حيفا والتخنون الأرضي اللي بتقرر، وأنا حسب رأيي أنا أعطيت على 95% من الاعتراضات اللي كانت أنا وافق عليها. ننتقل لموضوع آخر، موضوع التلوث البيئة في منطقة حيفا، وحضرتك عرفنا أنك دعيت اليوم لاجتماع لرؤساء البلديات في منطقة حيفا. الموضوع هذا تلوث البيئة أنا من 4 سنين كتبت عنه، في نوع من عدم إعطاء الحقائق على يد وزارة الصحة، سموه مدور، نحن من مدرين بيعطوناش الحقائق، احنا لحد اليوم ما خدناش الحقائق. انا بالنسبة لي مسؤول عن صحة اهالي عسفيا، انا مجبور وزارة الصحة تعطيني. انا اليوم لا باخذ ارنونا ولا باخذ كوميسيون ولا اكستروتوريالي، انا باخذ لا من هذه الشركة ولا من هذه الشركة، انا شريك للمرض فقط، وهذا اللي قلته لرؤساء البلديات. انا قلت له احنا شريكين للمرض، احنا مش شريكين لإشي، احنا فيش عندنا مصانع، احنا المنطقة العالية الهواء السخن بيطلع لفوق، سامع؟ فمنشان هيك أنا في عندي اجتماع قريب مع مدير عام وزارة الصحة في هذا الموضوع، وطبعا أنا طلعت له مكتوب اللي حضرتك استلمته كمان على هذا الموضوع، إنه أنا بدي الآن اليوم مش بكرة بدي الحقائق على موضوع عسفيا في قضية تلوث البيئة. بسمع حضرتك نسبة تقول قديش احنا نتحمل من الامراض اللي موجودة بالمصانع في منطقة مفرات حيفا؟ لحد اليوم انا بعدني ما اخدتش هاي النسبة، وانا بدي اقول لك شو هني عم يحكوا اليوم عن استطلاع انكشف اللي نعمل بين 98 لل 2007، انا بدي اعرف من 2007 لل 2015 شو فيه؟ هذا السؤال المركزي، أنا بدي أعرف من 2007 ل 2015 شو فيه؟ من حقي ومن واجبي أخذه تجاه المواطنين تبعي في بلدي. بدي أقول لحضرتك إحنا مقتربين اليوم لذكرى الشهداء وعيد الاستقلال وزيارة مقام سيدنا شعيب عليه السلام، وكان تخطينا عيد الفصح للطائفة المسيحية، في هذا الصدد وهي المناسبات من حضرتك إيش؟ أولاً أنا بعيد الإخوان المسيحيين من بعد طبعا عيادتهم في عيد الفصح، ثاني شيء زيارة مقبولة لكل أبناء الطائفة الدرزية، ثالث شيء إحنا في هذا اليوم كل منا يتذكر أولاده وشبابه اللي سقطوا في سبيل إنه إحنا نعيش، وإحنا جزء لا يتجزأ من هذا الواقع،
وبالنسبة لباقي الأعياد جميعا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن نكون يعني المسيرة تتغير في التفكير الناضج وليس في الغوغائية. بديش أطول عليك الحديث لأنه في كثير نحكي مع حضرتك، الناس متشوقة نسمع تصريح هامة جدا في عدة أمور وخاصة المياه وانقطاع المياه اللي اليوم عم بعطل عليه. أنا أكثر إنسان، إذا أنا قلت لرئيس الدولة مبارح في موضوع قطع المياه سامع، هذا بدلك لوين وصلت الأمور. يعني في ابتداء حديثي كان أنه أنا وصلت رئيس الدولة قلت له أنا جاي لعندك من بلد اللي بكرة ولادها ما فيش عندها مي. أبو العميد قبل ما ننهي بدي أسألك، نفسي أسألك سؤال من أول ما بدينا، يعني الإشكال اللي بينك وبين الأعضاء اللي بدينش بجيكي ومش مقتنعين وانتخابات خلصت، كل العبارات اللي بدك تقولها، في مجال بعد نحل هاي الإشكال مع الأعضاء أو نحل الأزمة اللي موجودة فيها عسبيا من ناحية معارضة على وجي كيوب، كون وجي كيوب مش مع وجي كيوب ولكن المواطن يتحمل كل المسؤولية؟ لما عضي وبيجي لعندك بيجي للجلسة بقول لك عمي أنا بديش أكون في لجنة ولا في أي لجنة، أنا تدعينيش ولا أي مناسبة، أنا بديش أكون في مناسبات، هذا بيهمنيش الأمر ولا لجنة بتهمني الأمر ولا الأمور اللي بتهمك بتهمني، أنا بيهمني شي واحد أعارضك شو بتقدر تقوله؟ عضو مجلس محلي. ثاني شيء أنا توجهت لعضو المجلس فرج زاهر وقلت له تعال نقعد فرج على أساس هذا، إجينا وقعدنا وقال بقول لي أنا بردش برد عليك جواب لحد اليوم بستنى جواب. هذا الحكي من وين أنت؟ أسبوعين. نتمنى لك إن شاء الله يرد لك جواب إيجابي ومصلحة عسبيا فوق كل شيء. آخر سؤال بدنا نسألك إياه، مكابي عسبيا يوم الثلاثاء القادم مباراة مصرية للصعود للدرجة الثانية، أنا بتمنى لها النجاح إن شاء الله على أساس تطلع على الدرجة الثانية. شكرا كثير. شكرا.